المعروف جمعية قطرة الحليبة هي جمعية قديمة اللي عندها أكثر من 100 سنة، أسست في 1915 وعندها لوتوريزاسيون ديال ميتيوتي بيبليك 1930، وجمعية مختصة في علاج الخدج، أي أطفال اللي تزادوا قبل الوقت ديالهم، والرضع اللي عندهم مشاكل صحية في الزيادة. دونك حنا تنعملوا، عندنا واحد القسم اللي كاين، هذا حنا بلاصة اللي تنتواجدوا فيها متين هي انكس ديال واحد البلاصه اللي الرئيسيه اللي كاينه في سيدي بوسماره، هذاك المركز الكبير فيه عندنا واحد قسم الاستشفاء هاد الرضع والخدج اللي تيجي لهم الدار البيضاء والنواحي ديالها، تكونوا في حاله صحيه صعيبه وتنقوم بالعلاج ديالهم. قد يجيو الاغلبيه تيجيو من الدار البيضاء والنواحي ديالها، سطات جديده، ديونه، برشيده، وبعد مرة تيقدوا يجيو من اسفي ولا ماشي من مدينه بعيده، ولكن الاغلبيه النواحي ديال الدار البيضاء والنواحي ديالها. قطره الحليب تستقبل جميع الاطفال الرضع والخدج، ما كاين حتى شي شرطه، الشرط الواحد هو تكون كاينه البلاصه ديال البيبي. كي تيكون بعد ما تيتزاد شي واحد شي بيبي عنده شي حاله صحيه واعره، تيكون عنده ضيق تنفس ولا تعفن ولا ممكن دوك شي جيم ولا شي حاجه بحال هكا، تعيطونا حنايا، تعيطونا لا غود دو لي، ولا تيسيفطو لو بابا الاب ولا الام الاب باردون، وتيجي لعندنا، ومن بعد داكشي حنا تنعملو بالتنقل ديالهم عندنا، حيت تنصيفطو واحد لومبيلونس مع اون انفيرميير بين كوفوز، تنقلو هذاك الرضيع لعندنا وتنعالجو. تيجيونا من جميع، تيجيونا من لي كلينيكا، تيجيونا من السي اش يو من لوبيتال، تيجيو من عند ساج فاما، قد يجيونا من الدار، يتزادوا الوليد في الدار، وتيجيونا كذلك الوليدات اللي تيلقاهم في الزنقه، اللي بعد مره تتخلى عليهم هما، تيكونوا في حاله ماشي مزيانه، تيجيو نعالجوهم تنصيفطهم للحسنه. الاثمنه هي جد زعما في المتناول الناس، وعندنا بزاف الناس اللي عندهم تغطيه صحيه، هذوك ما كاينش مشكل، تيستافدوا منها، اللي عندهم تغطيه صحيه ميتيو ولا سيغونس تخلص. الناس اللي ما عندهمش، عندنا واحد النظام، كاين اما تيدخل واحد النطاق ديال لين دي اش، وهما اللي تيتكلفوا، عندنا واحد اتفاقيه معهم اللي سالات ولكن غادي نجدوها ان شاء الله. الراميد تيدخل في نطاق ديال لين دي اش، هذا شي واحد عنده الراميد، حنا تنصيفطوا المقاطعة اللي تابعه له، كاين الناس ديال لين دي اش يعطونا تيأكدوا انه عنده الراميد، وصافي حنا تنتكلفوا به، ما تيخلص حتى والو، خلص عليا. انا قلت لك تندوز على حسب لين دي اش، الا قالنا عندنا الراميد تيمشي عند الناس لين دي اش، يعطونا تيقول لنا تيتحقق، حقاش عندنا حنا اتصال ديما اتصال مباشر معاهم، عندنا في كل عين الشوق، في اي بلاصه في الدار البيضاء عندنا العماله ديالها، عندنا اتفاقيه معاها. دونك هما بعد تيجي عندنا شي واحد بحال دابا نقولوا في عين السوق مثال، حنا تنعيطوا للناس ديال عين السوق اللي مكلف بلين ديال تمايا، تقول واحد الوليد جا غنصيفطك لو بيغ، من بعد ما لو بيغ تيديروا هما عندهم القوانين ديالهم، تيديروا التحريات ديالهم، تعرفوا هذا تيقول لنا صافي، تيفون واحد الورقه ديري، حنا ديك الساعه ما تيخلصهاش شي حاجه. الوغ انا دابا هضرت لك على لو سونتر دو نيوناتولوجي، هاد لو سونتر دو نيوناتولوجي تي دونك يستقبل هاد الاطفال اللي عندهم زعما تيكونوا عيانين، ومن بعد ما تنسقلوا تقريبا بين 1000 و 1100 نوفوني بريماتوري في العام، وهاد الوليدات يكونوا متعرضين بعض المرات ماشي التوعكات الصحيه اللي قد يبقاو فيها. دونك عندنا غير السيرفيناتولوجي، عندنا انوغ سيرفيس تيسمى الكومس، هاد الكومس هو اللي تيعمل التشخيص اذا كان الوليد خرج وعنده شي ما تيسمعش مزيان، ما تيهضرش مزيان، الحواس ديالو ناقصه، الحركه ديالو ناقصه، دونك باش بور ديتيكتي ان هانديكاب بسيكوموتور ولا سنسوريال ولا نورولوجيكال. دونك هاد لو سونتر ديال الكومس، عندنا دونك دو شوز، عندنا نيوناتولوجي والكومس، عندنا تين دو شوز دو اكتيفيتي. هاد الكومس هو اللي تنقومو، عندنا واحد لو سونتر ديجا نمره واحد كاين تشخيص مبكر، عباره تشخيص مبكر، هاد الجناح اللي كاين حنا فيه هذا لانكس ديال الاولاني، لحقاش تيكون الناس كاين طلبات كثيره والناس مثلا تكون عندهم مواعيد بعيده، دونك هاد لو سونتر اللي فتحوا اليوم ان شاء الله
غادي يعاوننا بزاف باش نعالجوا وليدات واحد العدد كبر من الاطفال اللي تيدخلوا الكومبس الاولاني اللي عندنا في سيدي بوسماره تي متبعين حقاش هما تي كانوا متتبع عندهم الدري تي عنده ترويض جوج ثلاثه خطرات في جوج خطرات اون جينيرال في السيمانه دونك تيكون متبع عندنا بين 600 700 بيبي متبعين. المركز هذا هو مركز كيقوم بمساعده الاباء والامهات الواحد واحد يساعدهم في واحد المشكل مشاكل كيعيشوها صعيبه جدا وهي مشكل الحركي مشكل النطق ومشكل التركيز في الدراسه. الاباء هذا المشكل هذا كيخلق لهم مشكل على المده على المدى البعيد لانه كيطلب واحد المراقبه واحد العلاج لمده سنوات باش تكون نتيجه. وكذلك هذا العلاج كيطلب تكاليف ماديه في اماكن اخرى. لهذا حنا في هذا المركز كنديروا اثمنه جد منخفضه في متناول الجميع ولي افيك اخصائيين اكفاء كنساعدهم انهم يكملوا العلاج حتى الاخر ديالو باش تكون النتيجه ديال الاطفال. نساعدهم انهم يتبعوا يكونوا ينطقوا مزيان يكون ما عندوش مشكل نفساني ويكونوا الدراسه ديالهم تكون احسن 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 حال كترضي الاباء وكترضي حتى المجتمع. اذا اليوم طبعا المجيء يعني لنا اليوم لقطره الحليب هو دعم طبعا للعرض الصحي داخل جهه الدار البيضاء سطات. كمديريه جهويه للصحه جهه الدار البيضاء سطات ما يمكننا الا اننا نفتخروا يعني بهذا الانجاز ديال قطره الحليب لانه غادي يعزز العرض الصحي بالنسبه لصحه الطفل داخل الجهه. طبعا هو تكمله للفضاء الاول ديال قطره الحليب واليوم يعني ما يمكننا الا نعطيو الدعم الكلي لجمعيه قطره الحليب من اجل انجاز برامج تخص صحه الطفل بالخصوص. وكيف ما قلت لك يعني هو غادي يعزز العرض الصحي داخل عماله انفا اولا وداخل الجهه ككل بصفه عامه. المركز مفتوح للجميع وهو خاصه غادي يكون يعني تكمله للعلاج بعد المرور من مساحه الانعاش لقطره الحليب. غادي يكونوا الاطفال غادي يستمروا في العلاج ديالهم داخل يعني هذا المركز الجديد. وطبعا هو مفتوح للعموم. هناك فحوصات طبيه بالنسبه للاطفال، هناك فحوصات ديال التقويم ديال النطق ديال تقويم العضلات، فواحد المجموعه ديال الاشياء اللي كتكون مهمه للطفل بعد الاعاقه الاوليه اللي يعني والمرض الاولي اللي تصاب به. فاكيد ان هناك سوف يكون استقبال واقبال ايضا على هذا المركز ان شاء الله.